مباراة مصر وموزمبيق بالأمس كانت حديث الساعة في كل البرامج وفي كل المواقع العالمية. النهاردة حتى كده وأنا بتصفح الصحف الإنجليزية لفت انتباهي وجود صحفي من مدينة ليفربول موجود في كوت ديفوار، وكل شغله مرتبط بس من خلال طبعا صحيفة ذا أثليتيك البريطانية، كل شغله مرتبط بس إزاي يقدر يرصد الأجواء المحيطة بمحمد صلاح سواء داخل معسكر منتخب مصر أو حتى في الأجواء الإفريقية، وتفاعل الجماهير الإيفوارية مع نجم كبير زي محمد صلاح بيمثل القارة الإفريقية في البريمير ليج وتحديدا في الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول. طبعا التعادل بالنسبة للصحفي الإنجليزي اللي عايش في مدينة ليفربول وهو جاي عشان بما إن صلاح بيلعب في ليفربول وأهم لاعب بالتأكيد بيلعب في ليفربول وفي الدوري الإنجليزي، النظرة بالنسبة له مختلفة عننا شوية. احنا بالنسبة لنا شايفين ان التعادل مخيب للامال، وشايفين ان النتيجة اللي خرجت بيها مباراة الامس يعني اكتر المتشائمين لم يكن يتوقعها، اكتر المتشائمين لم يكن يتوقعها، لان الناس المتشائمة ممكن تقول لك على نتائج سلبية في مباراة جاية، لكن ماتش موزمبيق تحديدا استحالة كان حد يفكر في كده، ولكن ده حصل نتيجة تراخي، استهتار، عدم تركيز، تفاصيل كتيرة ممكن نقولها، ولكن احنا بننظر للجانب الفني، بننظر للنتيجة، لكن الصحافة الإنجليزية وتحديدا الصحفي الإنجليزي اللي بيعمل في صحيفة ذا أثليتيك البريطانية واسمه سيموني النهاردة كان نشر تقرير عن الأجواء اللي عاشها مع محمد صلاح في اليوم الأول أو تحديدا يوم مباراة مصر وموزمبيق، شاف إيه بقى؟ شاف إن محمد صلاح مركز بعيد عن أي وسائل ترفيه أو تسلية موجودة في فندق الإقامة، احنا عارفين أي بطولة بيبقى فيها وسائل ترفيه وتسليه موجوده مع اللعيبه في المعسكرات يعني في بعض الاوقات كده، لكن هو لفت انتباهه نظره مهمه جدا شافها في فندق الاقامه قبل المحاضره. اللعيبه كانت بتتسلى على بعض الالعاب الالكترونيه او العاب موجوده كده زي تنس الطاوله والحاجات اللي موجوده في الفنادق. صلاح كان قاعد بعيد تماما، قاعد لوحده مركز، جه ميعاد المحاضره بدوره ككابتن للفريق شاور للعيبه يلا يا جماعه عندنا محاضره، فهو شايف ان في تركيز عند محمد صلاح، ولكن في الملعب شايف ان مفيش تركيز من محمد صلاح، يعني رغم ان هو مركز جوه فندق الاقامه تحركاته كلها هو رصدها بشكل كويس، ولكن في الملعب كان حاسس ان هو شارد الذهن، ما كانش مركز في المباراه، هل طريقه اللعب، هل الاتموسفير، هل الاجواء، ده امور طبعا احنا مش عايشينها هناك، ولكن انا بقول لكم الصحافه الانجليزيه ازاي مهتمه جدا بصلاح وبترصد كل التحركات اللي موجوده في منتخبنا الوطني. على الجانب الاخر في مصر بقى الناس شايفه تعادل مخيب للامال، كان المفروض يكون في نتيجة أفضل من كده، ولكن أنا هرصدها في لقطة واحدة بغض النظر عن المنظومة القروية والأخطاء اللي موجودة على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني وعلى المستوى التنظيمي، حاجات كتيرة جدا كانت المفروض تحتاج شغل أكتر من كده وتحضير أفضل من كده في الفترة اللي جاية، ولكن أنا هتكلم في جانب تاني ليه علاقة بروي فيتوريا. اللقطة أو اللحظة اللي منتخب مصر فقد تركيزه في مباراة موزمبيق كانت اللحظة اللي ما بين الشوطين. دايما في جمله كده احنا بنسمعها، الشوط الاول شوط اللاعبين والشوط الثاني شوط المدربين، من ايام ما كنا صغيرين بنسمع الجمله دي، يقول لك الشوط الاول شوط اللعيبه، الشوط الثاني شوط المدربين. مدرب موزمبيق قدر بالفعل في الشوط الثاني يغير مسار المباراه، بدا الشوط الثاني بتغييرين، غير طريقه اللعب ل 3 4 3 بعد ما كان عامل تكتل دفاعي في الشوط الاول وكان في رهبه عند اللعيبه، نزل اول 10 دقائق اتعادل وجاب الجون الثاني، وبعد الجون الثاني ابتدى يعمل تغييرات على السرعات عشان يعمل الهجمه المرتده. فمدرب موزمبيق اشتغل بشكل فني كويس جدا وكان قاري منتخب مصر بشكل متميز. على الجانب الاخر لا فيتوريا قاري منتخب موزمبيق ولا محللي الاداء كانوا عارفين امكانيات لاعبي منتخب موزمبيق. احنا امبارح بنلعب منتخب موزمبيق وعندها لعيب عنده 40 سنه. كان مطلوب منه حاجه معينه في الشوط الاول وبعد ما ادى الغرض خرج ما بين الشوطين. ركزوا في تغييرات موزمبيق على فكره مش تغييرات مصر. ركزوا في العامل الشغل الفني اللي اشتغل عليه فريق موزمبيق مع منتخب مصر، هتلاقي السلبيات كتير عندنا مش عندهم، هم بيلعبوا للشهرة، بيلعبوا للنجومية. امبارح بيقول لك الناس كلها جايه تتفرج على صلاح، الناس كلها شافت منتخب موزمبيق بشكل اخر، عشان كده الناس تفاعلت مع منتخب موزمبيق لما احرز هدف التعادل واحرز الهدف الثاني، وكانت شايفه ان منتخب موزمبيق عامل كبرى مفاجآت البطوله. الحاجه الثانيه كمان منتخب غانا على الحدود مع الكوت ديفوار، يعني غانا على الحدود مع الكوت ديفوار، فالجماهير الغانيه كانت ماليه الملعب امبارح، فكانت من مصلحتها منتخب مصر يخسر، عشان كده تلاحظ الاجواء امبارح كلها كانت فيها تشجيع ومسانده ومؤازره لمنتخب موزمبيق. في النهايه هو تعادل مخيب للامال، ولكن لسه عندك فرصه.
تعالوا مع بعض نتكلم بقى على الفرصة والسيناريوهات اللي ممكن تكون لمنتخبنا الوطني في الفترة اللي جالي. أول حاجة، في سيناريو أول، أنت عندك نقطة بعد التعادل مع موزمبيق وغانا بلا نقاط، والرأس الأخضر في الصدارة بثلاث نقاط وموزمبيق نقطة. الماتش اللي جاي أنت هتلعب مع غانا، ولازم تربط نتيجة المباراة دي بنتيجة مباراة الرأس الأخضر مع موزمبيق، لأن المباراة دي ممكن يكون فيها مفاجأة، ممكن يكون فيها مفاجأة. ولكن السيناريو الأول، فوز منتخب مصر في المباراة المقبلة أمام غانا يوم الخميس ضد كاب فيردي الرأس الأخضر، ده لقاء يعني تكسب الخميس وتكسب الاثنين الجولة الثالثة، ساعتها تتصدر المجموعة بسبع نقاط، خلاص أنت الأول في الصدارة وتتأهل لدور ال 16. السيناريو الثاني، لو تعادلت مع منتخب غانا هتبقى عندك نقطتين وغانا نقطة، ولكن هتستنى نتيجة الرأس الأخضر مع موزمبيق. لو كسبت الرأس الأخضر في الجولة الثالثة بغض النظر عن نتيجة الرأس الأخضر مع موزمبيق، أنت خمس نقاط، وبالتالي الخمس نقاط دي يعني إذا ما كنتش ثالث هتبقى تاني، بنسبة كبيرة هتبقى تاني. طيب السيناريو الثالث، حال حصد منتخب مصر أربع نقاط فقط. يعني أربع نقاط معناها إيه؟ كسبنا غانا وخسرنا من الرأس الأخضر، ما هو ده الأفضل، لكن لو خسرنا من غانا وكسبنا الرأس الأخضر، أنت ممكن مكسبك على الرأس الأخضر ما يكونش ليه أي أثر، لأن الرأس الأخضر ممكن أصلا تكسب موزمبيق فتبقى ست نقاط، وانت لو خسرت من غانا وكسبت الرأس الأخضر هتبقى اربع نقاط، وغانا ممكن تكسب مصر وتكسب موزمبيق تبقى ست نقاط، فتبقى ستة ستة اربعة، ساعتها ممكن تبقى انت تالت المجموعة وتستنى بقى نتائج افضل توالي في المجموعات الاخرى، وهتخش في حسبة بيرما. دي سيناريوهات المباريات اللي جاية بالنسبة لمنتخب مصر، وبالتالي سيناريوهات صعبة جدا. عايز تكمل وعايز تشق طريقك في البطولة تكسب الماتشين الجايين، ما تركزش في اي حاجه تانية. وبكل امانه وبكل صراحه، ممكن ناس تقول ايه بلاش ضغط وبلاش نتكلم في اللي فات ونركز في اللي جاي. احنا عندنا درس مهم جدا كان بيحصل في النادي الاهلي، لما فريق كرة عندنا بيعمل نتائج سلبيه كان جمهور الاهلي ما بيرحمش حد، وكان دايما بينتقد وهجوم لاذع وهجوم شديد، ده كان بيجي باثر ايجابي وكانت اللعيبه بسرعه بتفوق. منتخب مصر محتاج الحاله دي، منتخب مصر محتاج الحاله دي، لازم الناس كلها تعرف ان هي قصرت امبارح، لازم الناس كلها تعرف ان ده مش قيمة ولا مكانة منتخب مصر في البطولات الإفريقية، لازم الناس تعرف ان مفيش حاجة اسمها طقس ولا ملعب ولا حرارة عالية ولا رطوبة، انت بتمثل مصر، في اجيال قبل كده سبقتك لعبت في اجواء اصعب من كده بكتير وحققت بطولات. مش هتكلم بس على بوركينا فاسو ولا انجولا ولا غانا ولا نرجع في الخمسينيات ولا نتكلم في السبعينيات، لا ده احنا على مدار مشوارنا في البطولة والفرق الإفريقية كلها بتتكلم على منتخب مصر. يعني أي حد عايز يضرب مثل إيجابي على الفوز بالبطولة يقولك عايز أعمل زي منتخب مصر، فما تجيش إحنا كلعيبة بنرتدي تيشيرت منتخب مصر ونمثل منتخب مصر ونتكلم على رطوبة وملعب وأجواء. معظم لاعبتنا، معظم إيه؟ كل لاعبتنا مع كامل احترامي للجميع، يعني محدش مثلا اتولد في باريس ولا اتولد في ليفربول، الكل طالع من أندية درجة تانية، والكل لعب على ملاعب أسوأ بكتير من الملاعب الإفريقية، والكل لعب في درجات حرارة الساعة 2 الظهر والساعة 12 الظهر، وكانت درجات حرارة عالية. فكرة إن أنت ربنا كرمك واحترفت ده في الفترة الأخيرة، ولكن أنت النشأة بتاعتك كانت فيها ظروف مواتية ونفس الظروف اللي أنت بتلعب فيها دلوقتي، فما فيش أجواء غريبة علينا، وده اللي كان دايما بيميز منتخب مصر. لما كان بيلعب في الأدغال الإفريقية كان بيتفوق على منتخب المغرب وعلى الجزائر وعلى تونس وعلى كل المنتخبات. ليه؟ لأن إحنا دايما متعودين على الأجواء دي وبنلعب في المشاكل والصعوبات دي. فالاجواء دي محدش يقول ان ده مبرر، لازم الفتره اللي جايه يبقى في تركيز، الحرص على رفع قيمه ومكانه مصر في كاس الامم الافريقيه.